السوق هو هنا يوصل. السي عبد العزيز، السلام عليكم. كيف قلت لكم السوق هو وصلت لهنا. هذه البلاصه ديال السي عبد العزيز، المهم عندهم الشارجورات دوريجين هنايا، بزاف ديال الحاجات كتجبرهم هنايا ملاحين. هذه السلعه ديال السي عبد العزيز هذه. المهم هنا كاينين الدراري ثاني كيجيبوا سلعه نقيه، هادو التواب، شي ديال الخدمه، قشيع وقشوع، شي ديال القشيعات. هذا راه الساك، هذا الساك والثلاجة، أنا بعدا راه الساك والثلاجة هاد، مزيون هاد، هذا راه حتى الثلاجة فيه هاد، مزيون والله إلا واعر. عندي واحد بحالو كنسافر بيه زرق، نقي مزيون. هادي كنظن واقيلا السلعة ديال سفيان، هادي ها ديال سفيان، دغيا دغيا. السي عبد العزيز قال لي رد لي البال، قال لي انا نولي نعاود نرجع. حصلت معاه هنايا، رد له البال بما جا هويا. سفيان الله يستر، عبد الله بخير، هانيا شكون تعال مزيان صحاب الله مرحبا بارك الله فيك. الله يسعدك. سلام عزيز، الله يعاون السي عبد العزيز. اخي عبد العزيز جاي، يلاه تهلاو شويه. تكون هاني، انت عطيتي شي واحد من صافي، عرفتي شي واحد راه عرف اخي جا وضرك في امان الله. صافي تهلا لي في راسك، عارف اللي كاين اخي فيصل. ها هذا الساك ديال دابا في التيك توك مصورينها في الجامع، وجاني الصوت ها ديالك التصوير عاد جا هذاك الخينا سرق الساك وديك الجامع جاتني بحال سوق دحنا لابس ديك الزواق كل شيء ساك كاع راه كي كيصرف مع الناس هو غارق على الساك تحت منه راجل كبير اصاحبي بلية بلية اه لا الا بلية ودي فيصل وصافي وشحال هذا؟ يا يا سمعتي اش قالوا؟ لا عندك 120 درهم. اه 120 درهم الحمد لله كيدير 5000 درهم. اه دابا كيدير 5000 درهم بصح 120 درهم والله العظيم غايجيك يبان لك رخيص حيت الحولي غالي. يا كاين شي ثمن عتعدل معنا، المهم نقضيو به وصافي. لا كاين شي ثمن وهادي الواحد شي ثمن نقضيو به. هادي هاي دركين هنا وهنا وهادي من الفشاشي هادي تجمع تاني داك الشيء، ولكن المهم اللي يدفع والله تا يهوز ما يهوزش هي فوالا ماشي اخرى ماشي اخرى راه ما تجمعش فوالا من الفوق. لا لا دير شي ثمن نديو يا من هنايا دير لنا شي ثمن مزيون نديو عندك. والله ما عندي لا بيكالا لا والو، عندي عا نحطو حتى لا حتى جيت وصافي. والله ما عندي حتى بيكالا، بيكالا سبعتهم ثلاثة بقيت اون بان. دابا دير معايا شي ثمن زوين نديها نحطو وصافي. اش دير لي هذيك؟ انا خصني بيكالا الريح لها وكذا. دابا شحال هذا تقدر تخلي لي؟ لا دير لي ثمن زوين. شحال قلتي لي؟ يا 20 درهم. لا بزاف مشيتي بعيد. لا والله حتى مشيتي بعيد. وانا شاري، انا كان عندي واحد كبار منه ماشي غير بحالو، الا كان عندي واحد كبار منه وشريته من عند خاي وربحته وديته من عنده ب 60 درهم وربحته. والله الا ربحته. المهم صويك عادي، ولكن المهم خلي نديباني به ماشي مشكل. لا ماشي شي حاجه، دير شي ثمن زوين دير. دير الثمن صاحبي ليه؟ والله الا نقضيو ليه لا كان 100 درهم راس مال ما يجيكنيش 100 درهم والله الا براس مال. اسمع قبل راس مال ما تحلفش شي، ما تحلفش، ما بغيكش تحلف لي. هذاك راه ما جاش مولا. والله ما نبغيك تحلف لي. حاجه عندها مولية. لا اله الا الله. حاجه عندها مولية. زوين زوين. هاد الارض هنا راه ما محددش. لا ما فيهش
وعاد عنده سميت انا نجيب لك غير باش نجيب لك خصني السمطه ضروري نجيب لك راه عندي خطه لا لا نمشي نجيب لك عرفتي اش دير تجيب له السمطه اعطيه الروبي هو انا وصيها عطيك انا دابا صدقتك ما كنتش نوصل معاك لهذا الثمن ملي قلتي مخلص بها ما نوليش نعاود معاك الهضره اه انا الروبي ولا خلصت محمد صافي واش تقول له محمد هو هذا الله يحفظك طلق عطيه اللي بغى انا يجيب له السمطه خير روبي يديرها انت هو يجيب لك محمد السمطه اوه خلصوا وزير قول السمطه لا راه هو قال لك يجيبها هاك شبر هذه وزيد معها حتى هذه باش نولي يعني عندك تضيع شي حاجه الشبكه برصتني المراه عليها دابا كيشري بثمن شويه يا جماعه علاش اجي بعدا لقيتي شي بركه ديالك هنايا ولا ما لقيتيش البركه انا والله ما شايف هاد الشراب فلوس يا فلوس ها البركه كنعرفها فلوس اللي بغيتي اجي نقول لك هذا قسما بالله العظيم انا مخلص عندي ب 70 درهم هذا هذا مخلص ب 70 درهم هذا عزيز عرفت شحال ديال الخطيه خرجت بها من ذاك شحال ديال الخطيه خرجت بها من ذاك المحل خليها لك الله العظيم سلك وشوف خوي لي هذه مرصتني المر عليها وخلي لي قرعه ار الحجه هذه اللي حبيت وهذوك السيكان انا نولي عندك ومحمد راه عندي الشغل عندك دير لي داك الشيء كاين السلام زين هذا عبد السلام وايوب تما كيجيبو السلام زين المهم شنو نقول لكم المهم دابا غادي نختم معكم الاخوان صافي الله يجعل البركه يعني صورت ما فيه الكفايه غادي ندير شي دوره خفيفه على هاد السلعه هنايا وغادي نمشي بحال معاون ندير شي دوره على هاد البلايص اللي باقي ما شفتش صافي وغادي نختم معكم الشباب كاينه من الطير السلعه مخلطه الله يسر لك الله يسهل عليك هادو البحر هاد البيسه في البحر هاد صافي النهايه الختام يا الاخوان الختام دابا عندي واحد الشغيل خصني نمشي نقضيه غادي نمشي لدار الضو نقضي واحد الشغل تهلاو لي فراسكم نتمنى تكونوا يعني استمتعتوا بهاد الفيديوهات اللي درت السلام عليكم الى موعد اخر ان شاء الله كنتظر باش نفعل القناه هاد اليومين ان شاء الله دعيو معنا تهلاو فراسكم السلام عليكم.